دلوقتي هتكلم عن الموفي كليب. الموفي كليب باختصار هو والاكشن سكريبت هما قلب الفلاش، الكور بتاع الفلاش. كل اللي فات كنا بنشرح تايم لاين، تولز، جرافيك، باتنز، كولر، كولر ميكسر، واتيفر اللي احنا شرحناه ده. يعني انا بقول لك العربيه فيها دريكسيون وبنزين، ولكن لحد دلوقتي انت ما بتعرفش السوق. من اول ما بتتعلم الموفي كليب انت كده يو ار ان يور اون، انت مع نفسك خلاص، انت اتعلمت البيزك بتاعت الفلاش. لما تبتدي تتعلم الموفي كليب كل اللي جاي فلاش، اوكي؟ فركز معايا وبوعدك ان شاء الله ان انت تعمل حاجات كويسه. اول حاجه عايزين نتعلمها ان احنا نعرف الفرق ما بين الجرافيك والموفي كليب. الجرافيك والموفي كليب قريبين شويه من بعض، بس يعني في فرق شاسع ما بين الاثنين. رغم ان الاثنين قريبين من بعض الا ان الفرق شاسع في الفانكشناليتي، في طريقه اللي ده بيقدر يقدمه ولا ده بيقدر يقدمه. لو هنتكلم كده بالراحه، هناخد اي تول من اللي عندنا وانا نرسم ريكتانجلر بسيط كده، تمام، لونه كحلي، تمام، وهكليك عليه، هسلكته، تمام، وهدوس F8. F8 convert to symbol. convert to symbol انا قلت لك ان احنا هنشرح في الموفي كليب، بس انا عايز اوريك الجرافيك الاول، اوريك ايه الفرق ما بين الجرافيك وما بين الموفي كليب. هنقول اوكي، تمام، وقعنا في الغلطه الرئيسيه بتاعتنا اللي انا بغلطها على طول ومش عايزك تغلطها. رتب افكارك واعرف انت هتسمي الحاجه بتاعتك ايه عشان ما تتلخبطش، تمام. انا هعمل له رينيم من هنا من اللايبرري، تمام، هسميه جراف، هسميه جراف، اوكي. جراف لو انا هو التايب بتاع جرافيك، لو عملت لو سلكت ده انستنت، او زي ما قلنا نسخه او شورت كات او فيفر انت عايز تسميها ايه، اعملها ديليت، تمام، وهاجي على الجراف اللي جوه اللايبرري. لو عملت عليه دبل كليك زي ما انت شايف بيفتح لي، بقيت انا جوه الجرافيك، تمام، زي ما انت شايف مفيش الجزء الرصاصي، تمام، اوكي، انا جوه الجرافيك بتاعي، تمام، اوكي. هرجع كده لسين واحد، تمام، وهعمل حاجه تانية، ان انا هاضيف سيمبل تاني، تمام، اوكي. ضفت سيمبل تاني اسمه سيمبل واحد، لا مش سيمبل واحد، هنسميه PRF GRF Animate، تمام، وبرضه هيبقى جرافيك. قول اوكي. دلوقتي انا بقيت فين؟ بقيت جوه الجراف انيميشن. ولو انا هنا بقيت جوه الجراف بس، تمام، هرجع تاني للجراف انيميشن، تمام، وهعمل حاجه بسيطه قوي، هعمل حاجه اسمها نيستنج. نيستنج اقرب حاجه ليها كلمه تعشيق. هي نيستنج بالانجليزي يعني بيعشش، لكن يعشش مش قريبه مننا قوي، لا نقول تعشيق احسن. هعمل ان هاخد الجرافيك دي واعمل لها دراج هنا، تمام، وهاجي جوه الجراف انيميت اللي انا عاملها، تمام، حاجة عندي فريم 30 وادوس F6، تمام، حط لي كي فريم تاني، هي هتبقى هنا في اول الانيميشن وهتبقى هنا في اخر الانيميشن، لا هي هتبقى هنا في اخر الانيميشن، تمام، واللي هيحصل لها هو الاتي، مجرد اوكي تبقى هنا، تمام، حاجة هنا، وهضيف موشن توين، اوكي، موشن توين، كريت موشن توين، ادانا الفهم راس وديل، يبقى احنا كده صح، اوكي، ده اللي هيحصل،
تمام؟ اوكي. دلوقتي انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا حطيت جرافيك ثابت جوه جرافيك تاني وحطيت له موشن توين تمام على 30 فريم، يعني واحد و واحد واتنين من عشرة فريم بير سكند. اوكي، نرجع لسكرين واحد تمام فاضية. زي ما انت شايف الماركر او التايم لاين مدينا هنا الدايرة فاضية، يعني هنا ما فيش اي حاجة على الستيج. طيب لو انا عملت دراج لده هنا زي ما انت شايف انا مش هسيب ايدي، انا هخلي ايدي زي ما هي كده. بص، هو اداني الحواف بتاعة الحواف اللي هي النقط الصغيرة اللي حوالين الكيرسور بتاع الماوس. بص مدي هي قد ايه، وبص ايه اللي حصل، انا عندي سيركل وعندي كروس. تمام، لو انا دخلت جوه لو عملت دراج لدي تمام، بص هيديني حاجه مساحتها قد دي بالظبط، ما هي كانت قد كده، ايه اللي غير حجمها وانا بعمل لها دراج بقت قد كده، ايه اللي بيحصل؟ هقول لك ان هو حسب حجم الفريمات اللي انا بحركها جوه دي اللي هم ال 30 فريم تمام، واداني المساحه بتاعتهم. ايه المساحه بتاعتهم؟ بيحتل من اول هنا لحد هنا تمام، يعني سين 1 تمام، ده اللي هيحصل. اوكي، لو عملت كنترول وانتر مفيش حاجه هتحصل، لسبب ان ده جرافيك مش موفي كليب. طب ايه الفرق؟ اقول لك ايه الفرق. الجرافيك ما بيقدرش يشغل نفسه الا لو كان التايم يسمح له. يعني انا دلوقتي لو جيت هنا عند فريم 30 وعملت كليك وانسرت كي فريم او انسرت بلينك كي فريم تمام، او انسرت فريم حتى تمام، هنفاجئ ان هو عمل لي جامب طلع لي دي بره، ولو خدت الماركر ابتديت اتحرك بيه، دي البدايه ودي النهايه. طيب عشان ما يخرجش بره رجعه كده بره شويه، وناخد الماركر بتاعنا اتحرك، ده اللي انت هتبقى شايفه بمجرد ما هعمل تيست كنترول وانتر، هو ده اللي بيحصل، الانيميشن اللي جوه السيمبل بتاعنا بيتحرك. طيب من غير تايم هيتحرك، من يعني بوجود التايم هيتغير هيتحرك. طب لو مفيش وجود التايم هيفضل ثابت زي ما كان. طيب عشان نعمل الكلام ده تاني ونشيل التايم لاين بتاعنا ده، انا هسلكت وادراج لحد اخر، قبل اخر فريم، لا قبل اخر فريم، واقول له ريموف فريمز تمام، رجعني للستيت اللي انا كنت عليها من شويه، ان انا هعمل تيست مفيش حاجه تتغير. طيب هعمل حاجه تانية عشان اوريك الفرق بالظبط. لو انا خدت السيمبل دي اللي هي جرافيك اللي هي جراف انيميت تمام، وعملت لها دوبليكيت، دوبليكيت يعني بكررها، عملها دوبليكيت تمام، هو الريزولت بتاعه او الديفولت بتاعه ان هو هيجيب لك الاسم اللي انت كاتبه ويقول لك ان دي كوبي تمام. لا، انا مش عايز ان انا اعمل كوبي، انا هلغي الاسم ده وانا هغيرها لموفي كليب ده الاول، وبدل جي ار اف انيميت خليها ان سي اندرسكور انيميت، واقول له اوكي تمام. وهاخد دي اعمل لها دراج تحت الثانيه، خليك فاكر اللي فوق هي الجرافيك واللي تحت هي الموفي كليب، كنترول وانتر. زي ما انت شايف الموفي كليب عنده التايم لاين بتاعه، بغض النظر ان احنا عندنا فريم واحد يعني جزء من الثانية تمام، هو بينفذ الانيميشن بتاعه بمجرد ما بيتعمل له انيشلايزيشن، يعني بمجرد ما الماركر او التايم لاين بيوصل له يبتدي يشتغل. طيب ده عشان يشتغل عايز تايم.
كده احنا عرفنا الفرق ما بين الموفي كليب والجرافيك. كل اللي جاي بقى هنكمل موفي كليب. اشوفكم الدرس الجاي.